بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقلنا إن السمع حين يتلقى السامع لا بد أن يكون عنده استشراف للمتكلم، فإذا لم يوجد هذا الاستشراف يكون كلا سمع، وكذلك الرأي يكون له استشراف. بدليل أنك أنت تشوف واحد مثلا ولكن أنت مش واخد بالك مني، أنت عميت، الله ما عميش شايفك، إنما القلب مش متجه إلى الرؤية، مش مستشرف أن يرى. ولذلك سئل واحد فقال: إنك تقول من رأى فلانا الصالح يهديه الله، اللي يشوفه ربنا يهديه. فرد عليه وقال له: لقد رأى أبو جهل خيرا من هذا ومع ذلك ظل كافرا. فقال له: يا غبي، إن أبا جهل لم ير محمدا رسول الله، وإنما رأى يتيم أبي طالب، ما شافوش على عينه الرسول. إنما لو نظر كده إلى سكينة الإيمان وهيبة الخشوع وجلال الورع وجمال التقوى وانسجام الأبعاد في البشرة، لا لا، عمل إيه؟ عشق. ولذلك أنت تراه، أنت ترى إنسان بشرته فيها أدمة أو سواد، ومع ذلك رجل صالح، تقوم تلاقي فيه أسر التقوى وجاذبية الورع، تلتفت تلاقيك عمال إيه؟ تبص فيه كده. فقال له: ده أبو جهل ما شافش محمد رسول الله، وإنما شاف يتيم مين؟ يتيم أبي طالب، إنما لو رآه على أنه رسول، بدليل أن فضالة في الفتح الكعبة لما راح كده وبص لرسول الله بانكسار المنتصر قول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف السماحة الجميلة، ومع أنه يتمكن منهم كلهم يقطع رقبيهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. خلي واحد يقولها كده لخصمه وشوف سماحة الوجه حين يقولها. ساعة فضل ما شاف الحكاية دي راح كده قال لك: ما كان أبغض إلي من وجهه، ولكنني أقبلت عليه فما كان أحب إلي في الأرض كلها من وجهه. آدي السماع وآدي الإيه؟ آدي البصر. إن الله لا يظلم الناس شيئا. الله إحنا عارفين أنه عالم على واجب الوجود، واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي عرفناها في الأسماء التي علمنا الله إياها، 99 اسم. وإن كان لله كمالات لا تتناهى، لأن إذا كانت الأسماء دي أو الصفات دي 99 بتؤدي صفات الكمال في الله، يبقى كمال محدود، ولكن كمالات الله لا إيه؟ لا تتناهى. ولذلك النبي لما قال: بكل اسم سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طب استأثر به ليه؟ أم قال لك عشان يخلي الآخرة لها مزيد من كمالات الله يقول لنا عليه. ولذلك يقول: فألهمني الله محامد لم أكن ما أعرفهاش قبل كده. أدي الله، يبقى الله علم على واجب الوجود اللي فيه كل صفات الإيه؟ الكمال، صفات الكمال التي لا تتناهى. فإن قلت: كيف تقول صفات الكمال في الله لا تتناهى، مع أن الصفات اللي احنا نعرفها اللي هي 99، تقول له صفات الكمال اللي لازمة لكونك دلوقتي، إنما في صفات كمال هتبقى فين؟ هتبقى في الإيه؟ في الآخرة. ولو أننا قلنا كده لحددنا صفات الكمال بالنسبة لله. إذن فالله هو الجامع لكل إيه؟ لكل هذه الأسماء، ما عرفناها وما لم، علم على واجب الوجود. إذا قلت فلان العلم، فلان دي شاعر يبقى فلان الشاعر، وتاجر ويبقى تاجر، كريم ويبقى كريم، شجاع ويبقى شجاع، إنما مجموعين في إيه؟
في هذا اللفظ اللي هو فلان اللي اسمه كذا. كذلك كل صفات الكمال بمين؟ في لفظ مين؟ في لفظ الله. الإنسان منا حين يقبل على عمل، العمل يتطلب تكاتف صفات متعددة، عايز قدرة وعايز علم وعايز حكمة وعايز لطف وعايز رحمة. طب أنا هقول له بسم القوي عشان عايز القوة، بسم القادر عشان عايز القدرة، بسم الحليم عشان عايز الحلم، بسم الحكيم عشان عايز الحكمة. لا، قل بسم الله تكفيك كل ذلك. قل بسم الله. ولذلك ايه؟ ابدأ كل عملك بسم الله. فإن كنت عايز قدرة يجي قدرة، عايز غنى يجي غنى، عايز بسط يجي بسط، عايز كل صفات الايه؟ الكمال. فربنا أوجزها في ايه؟ قل بإيه؟ بسم الله. لما تبتدي العمل بسم الله معنى ذلك أنك ألغيت كل حول لك موهوب من الله. الحاجة اللي بتنفعل لك بتولع النار دي، انت عملت حركة بس، انما هل انت خلقت العملية دي؟ ده باسم الذي سخرك لي. طب تعال للجمل كده الكبير كده، وبعدين العيل الصغير يروح ايه؟ يروح شده بايه دي؟ ده باسم الله الذي زلله، بسم الله الذي ايه؟ فهم لها وزللناها فهم لها مالكون. لو لم نزللها ما استطاعوا ان يملكوها، بدليل ان الله ترك اشياء لم يزللها لخلقه حتى يعلمهم انهم ما زللوها لا بقدرتهم ولا بحيلهم ولا بعلمهم، وانما زللها الخالق لهم. قلنا ان الجمل الوليدة تسحبه كده وتنخخه وتقومه، حصل. طب وحته تعبان قد كده بقى تشوفه، كلنا نجري كلنا نجري، لان الله لم يذلله لنا. لو كنا بنذلل كل، انا قلت مره ان حته برغوت يجي لك كده في التوب الليل وانت نايم يجننك، برغوت قد كده، لان الله لم يذلله لك. لكن لما ذللني خلاص يذللني. اذن الله ده متصف بكل صفات الكمال. قلنا عشان تعرف عظمة الحق، الإنسان حين يكون قويا ويجد إنسانا ضعيفا يريد أن يحمل شيئا وهو غير قادر على حمله، ماذا يصنع القوي اللي فيه إنسانية؟ يعمل إيه؟ يروح يشل الحاجة اللي هو عجز عنها. يبقى أنت عديت للضعيف قوتك ولا أثر قوتك؟ بس إنما قوتك فضلت مين؟ فضلت لك أنت، وهو فضل إيه؟ ضعيف. ولكن عظمة الحق إنه يجي للضعيف ومش يعمل له هو، يقول له اقدر على أن تفعل، يدي له قدرة على إنه يفعل. الله، يبقى عدى من مين؟ عدى من قدرته إلى قدرته، ويعدي من غناه إلى غناك، ويعدي من بسطه إلى بسطك، ويعدي من علمه إلى علمك. إذن الحق سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على أن يعدي شيء من صفته إلى مين؟ إلى الخلق. إنما الخلق ما يقدروش يعدوا شيء من صفاتهم أبدا، يعدي أثر الصفة، إنما الصفة نفسها ما يقدرش مين؟ ما يقدرش يعديه. فلما تقبل على شيء تقول أنا أقبلت عليه لا بقوتي ولا باقتداري، وإنما أقبلت عليه بمين؟ بسم الله. ده احنا لما بنيجي نحكم القاضي يجي يحكم بيقول لك باسم ايه؟ باسم الشعب، باسم الدستور. يعني من الذي أجلسك هذا المجلس وجعلك تحكم على واحد وبعدين يجي العسكري ياخده ويرميه السجن بنفسك؟ لا يا اخوة، ده باسم القانون، مش كده ولا لا؟ كذلك أنا أقبل على كل عمل بمين؟ بسم الله الذي أخضرني عليه. طب مدام الله كده نشوف هو كلفني متى، متى كان تكليف الله لنا؟ ده بعد البلوغ. ومعنى البلوغ اكتمال التكوين الانساني، ولذلك يبلغ رشده، يعني خلاص الله اكتمال التكوين الانساني. قال لك اه ليه؟ لانه يبقى له قدره وامكانيه ان ينجب مثله، يعني نتجوز ايه؟ يخلف واحد. ومنتهى النضج في الأشياء إن الشيء يضمن لك اللي يضمن نوعه طوالش، يبقى كمل بقى خلاص. ولذلك قلنا زمان الثمرة الناضجة حين تأكلها تبقى حلوة،
قبل ما تنضج تبقى وحشة. ليه؟ قال لك ده الله سبحانه وتعالى خلى نضجه في تربية البذرة بتاعتها، عشان لما تاخد البذرة انت وتزرعها تطلع، يبقى ضمن لك بقاء النوع. بلك لو ادك حلاوة لها قبل ما تنضج البذرة كانت انقطعت، يوم ما يدها لكش أبدا إلا بعد ما ايه تنضج البذرة. إن لم تقطف أنت الثمرة الناضجة بعد أن ربت بذرتها تسقط لك على الأرض، وتقول لك كلني بقى، ما أنا خلاص أديت مهمتي. مهمتك إيه؟ إنني أحفظ الإيه. ولذلك قلنا زمان انظر إلى حاجة بنشوفها كلنا، تعالى البطيخة واقطعها كده وبعدين شوف لبها أبيض تطلع إيه؟ وحش. نص أبيض تبقى نص وحش، لبها اسود بقى كده وصالح انك تاخده كده تزرعه ويطلع بقى اسمها ايه؟ نضجت خلاص. تبقى كذلك الانسان حين يبلغ معناه انه ايه؟ ينضج ويصبح قادرا على انجاب مثله. يقول له ربنا بقى انا هكلفك في الوقت ده بقى، مش هكلفك قبل كده. ليه؟ لان لو كلفتك قبل كده ثم يطرأ عليك سعار الغريزه اللي هي المراهقه تقول لا انت خدتني على مشمي، ده حاجه جدت عندي مش، يقولك لا انا هستنى لما ايه. يبقى معنى ذلك ان الحق سبحانه وتعالى خلق من عدم ورزق من عدو وربى حتى يكتمل الانسان، ثم ابتدى يكلف ذلك الايه، يكلف ذلك الانسان. وحين كلفه مش بس البلوغ، قال لك اشترط ان يكون العقل موجود، فالنضج في الرشد خلاص، والعقل موجود يبقى ما فيش جنون، ما فيش فيه آفة، وكمان ما فيش أقوى منك يرغمك على أن تعمل ما لا يريده الله، يبقى عايز على عينها وجود عقل. يبقى المجنون ما نكلفش، وناضج دون البلوغ ما بكلموش، حر الحركة والاختيار. يبقى المكره على حاجة من أقوى منه ما نكلفوش. يبقى إذن إذا كلف بعد هذه الأشياء اختيار البديلات ومن العقل، العقل موجود وناضج ولا قوة تمنعك عن الفعل، يبقى ده منتهى العدالة في التشريع ولا ما في التشريع. وبعد ذلك كلفك بأشياء، الأشياء دي حين يكلفك بها لا تنظر إلى ما تأخذ منك من حجر على حريتك، لا خذ ما أعطتك من حرية الآخرين. زي ما قلنا إنه حرم عليك إنك تسرق من واحد، لكنه حرم على ملايين الخلق أن يسرقوا منك، يبقى القدة تعمل لصالحك ولا لضدك؟ هب أنك أطلقت يدك في الناس ماذا تصنع معهم؟ ما تقدرش تعمل فيهم كتير، إنما لو انطلقوا كلهم عليك الله. قال لك ما تبصش لمحارم غيرك، طب ما هو قال لي لكل غير لا تنظروا الى محارمه. قال لك زكي ان كنت واجدا، اوعى تقول ده بيضيع عليا والفلوس تعبت فيها وجبتها وعملت مش عارف ليه، ده هي مال الله وانت مستخلف فيه وجبته من مما خلق الله بترتيب ما خلق الله وطاقه ما خلق الله، وبناخد منك حاجه ايه بسيطه. ما تنظرش الى انني باخد، عشان تعرف ان ما فيش ظلم. لما بتنظر إلى إيه؟ انظر إلى أنك حين تفتقر نأخذ لك، يبقى إذن ما في الظلم. الشيء الذي تستشعره أنه بياخد منك حاجة بيعطيك أضعافها ولا ما بيعطيكش أضعافها؟ بيعطيك أضعافها. وبعد ذلك ننظر إلى حركة الحياة، شوف لي أمر الله بماذا ونهى عن ماذا وترك مباحا لك في ماذا، تقوم تجد اللي تركه مباح اكتر من اللي امر به واكتر من اللي ايه من اللي نهى عنه. يبقى اذا تكليف الله لك من الظلم، وانما هو لصالحك. وبعد ذلك ايعود شيء مما تصنع في حركة الحياة على الحق؟ ايعطيه صفة لم تكن موجودة له؟ ايعطيه كمالا لم يكن موجود؟ لا، ده بصفات الكمال خلقنا. يبقى إذا خلقنا وعملنا ملوش دخل في أن يزيد الله إيه؟ أن يزيد الله شيئا. يبقى إذا المصلحة بتاعتكم، المصلحة بتاعتكم نعم، ولكن انظر إليها
لا إلى ساعة فعلها ولكن إلى الثمرة، إلى ثمرة الفعل. هل تجي الواحد عمال بيجيب الفاس ويقطع في زريبته ليأخذ السباق زي ما بنقول، وقاعد بقى عرقان والملح طلع على جبتته وعمال وتعب له يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أسبوع، وتقول الرجل ده مجهد نفسه، ده الرجل ده تعبان، ده الرجل ده، قول له ياخد ده أسبوع وحيحرط كمان يومين ويبذر في يوم ويسقي كل شهر مرة وبعدين يحط رجل على رجل طول السنة. فأي عمل يطلب منك بمشقة قسه بإيه؟ بثمرته، بما يعود عليه. ساعة ما تعمل العملية دي تلتفت تلاقي إن تكليفات الراجل بقى اللي قاعد، الناس عمالة بتسبخ وبتزرع ومش عارف، وهو قاعد على القهوة نقوم له استنى بقى لما يبقى كده النهار لما يجوا يقطعوا الذرة ولا يحصدوا القمح، وهو لا له ذرة ولا له إيه؟ ولا له قمح، تبقى الحصرة بتاعته دي تساوي إيه؟ تساوي كتير قوي. تيجي الواحد مثلا الست تقول له انت هتاخد دب القمح من المخزن هتنقص القمح، هي فاهمه انه هينقص القمح، لا ده هو هياخده ويرميه في الارض عشان يجيب 15 دب. ما تنظروش الى انه ايه الى انه نقص المخزن. يبقى لازم ان ننظر في استقبالات مناهج الله فيما تعطيه لا فيما تاخذه. إذن لا ظلما، ليه؟ لأننا صنعة الله. هل رأيتم صانعا من الصناع يصنع صناعة ثم يتلفها؟ بالله مريت على واحد بيعمل دواليب كده ولا أي حاجة كده، وبعدين جيت لقيت جابه أدوم وقعد يخبط فيها يكسرها؟ أبدا. إذا كان البشر بيحافظ على إيه؟ وإذا رأيته ماسك أدوم ولا ماسك المنشار ولا الفارة ده بيجري فيها إصلاحات عشان ما تزيقش، عشان ما تعترضش، عشان ما تعملش حاجه. يبقى اذا الصانع الاعلى لا يظلم صنعته ابدا، لان البشر ما بيظلمش صنعته بل يحسنها وايه ويعطي لها الجمال والايه والروضه. ان الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن ان كان فيه ظلم فالناس هم اللي بيظلموا نفسهم. الناس هم اللي بيظلموا ايه؟ نفسهم. لأنه إن ظلم فجحد الحق الظلم الأعلى، أو ظلم نفسه فأعطاها شهوة عاجلة وبعد ذلك يذوق عذابا آجلا، يبقى هو اللي إيه ظلم نفسه، وهو اللي حرمها من نعمة إيه؟ من نعمة النعيم المقيم. نقول له تعالى قس الدنيا دي على طولها وعرضها كده، إيه هي؟ ما دام شيء له نهاية يبقى قصير، كل ما له نهاية قصير. ما دام كل شيء له نهايه يبقى قصير، يبقى خلاص، يبقى العاقل يفكر احنا مسلمين الى ايه؟ بنسلم الى غايه مش قصيره، لان دنيانا كلها ايه؟ احنا قلنا زمان الدنيا لا تظن ان الدنيا لها عمر مليون سنه ولا 2 مليون، انا ماليش دعوه به. افرض ان الدنيا عمرها مليون سنه وانا مالي، الدنيا عمري انا فيها، يبقى دنيا كل واحد ايه؟ عمره فيه. طب عمرك ده محدود؟ لا مش محدود، من الجائز انه يتخذ مش بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد أربعة. الله، وهب انك انت خدت متوسط الأعمار للسبعين، انتهى ولا ما انتهاش؟ مش كده؟ لكن انت ستسلم نفسك إلى إيه؟ إلى زمن لا نهاية له، فحاول أن تجعل عدم النهاية في نعيم، لا أن تجعل عدم النهاية في إيه؟ في شقاء. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أول حاجة زي ما قلنا جيل الناس عموما ونصب لهم آيات باقية من آدم إلى أن تقوم الساعة، شركة فيها كلها، اللي هي الآيات الكونية، وبعد ذلك خص كل رسول بآية ومعجزة وجاب منهج وقال افعل كذا ولا تفعل كذا. مدام قال افعل كذا ولا تفعل كذا وبين لك بآيات الكتاب المطلوب فعله والمطلوب أن لا تفعله وترك لك الباقي مباح، يبقى وضح لك الطريق ولا لا؟ التلميذ الذي يرسب آخر العام، أظلمته المدرسة؟ ما ظلمتوش، إنما هو اللي عمل إيه؟ هو اللي ظلم نفسه، بدليل إن غيره نجح. ومدام غيره نجح يبقى هو بتقصيره، هو اللي ظلم إيه نفسه. ولذلك يقول لك ما يصحش تقول ايه ان المدرسه اسقطت فلان، سقطته ونجحته، لا،
أسقط فلان نفسه وأنجح فلان نفسه. بس اللي أعلن السقوط والنجاح مين؟ المدرسة بس. إن الله لا يظلم الناس شيئا. والظلم في أول عباراته أن الظالم يستكسر نعمة عند المظلوم فبده يأخذها منه. الله ما يقفش الموقف ده. ليه؟ لأن خلقه ما يبقاش عندهم نعم عايزها هو، فما يجيش منه الظلم. يبقى نجيه ظلم يبقى منك أنت لنفسك، إنما بربنا بريء منه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. الله. طب انت يا اخويا بقى الدنيا اللي انت قعدت بقى ملهوف عليها وواخد فيها حظك وواخد فيها كذا ونسيت الآخرة ونسيت مش عارف ايه، بعدين ما دام انتهت لما تقوم بقى القيامة كأنك انت ما قعدتش فيها ايه إلا ساعة. كلمة ساعة دي احنا نعرف انها جزء من الوقت قسم له اليوم، بنقول عليه اليوم كام؟ 24 ايه؟ 24 ساعة. وتطلق الساعة على الساعة التي تدق على الجميع، هي الساعة بتاعتك غير الساعة بتاعة ده غير الساعة بتاعة اللي في الغرب غير الساعة بتاعة اللي في الشرق، إنما الساعة الجمعة هي اللي تقوم فيها القيامة، هي دي الساعة الايه؟ اللي قبلنا من آدم واللي بعدنا إلى أن تقوم الساعة هيشترك في التوقيت بتاعه. إنما الساعة النهاردة عندي 5 وعندي غيري 6 وعندي غيري 7 وعندي غيري 8 وده بالليل وده بالنهار، كلنا مختلفين فيه. تبقى الساعة التي يتوحد عندها الجميع هي ايه؟ هي يوم الايه؟ يوم القيامة. ولذلك في آية تانية يقول لك ايه؟ يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. ساعة ما يفاجئوا كده الدنيا الطويلة العريضة بتاعتهم دي كلها كأنها مرت ايه؟ ساعة. يبقى قصيرة ولا طويلة؟ قصيرة. ليه؟ قال لك لأن ما دام لها نهاية تبقى قصيرة. وأيضا لأنهم لم ينتفعوا بها. فكأنها مدة من الزمن ما حصلش فيها ايه؟ ما حصلش فيها نفع. هناك ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. كأن لم يلبسوا إلا ساعة يعني تمر عليهم المسألة إيه؟ لأنهم واخدين الدنيا في إيه؟ في لعب وفي لعب وفي مشاغل، ما شغلوش أنفسهم بالجديات وما خدوش حصيلة، تبقى كأنها إيه ساعة. يوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. ساعة ما يحشرهم كده ويا بعض الناس قسمين، كانوا أناس يتعارفون على البر وكانوا ناس يتعارفون على الإثم. اللي بيتعرفوا على البر ينبسطوا اللي بيقابلوا بعض، والأخلاء بعضهم يومئذ لبعض إيه عدو إلا مين؟ إلا المتقين. أم قال لك طب ولما يجي في الآخر كده ويشوف اللي تعاونوا على الإسم يقول له آه يا ابن الكذا، ويقعد إن كان يقدر يسب، أنت لم تقف أمام منكر، إن لم تعمل فيا كذا، شفتني بعمل كذا وما نهتنيش، عملت كذا، يبقى إذن أعداء ولا مش أعداء؟ وما دام هيبقوا أعداء ويحصل بينهم وبعد مساءلة يبقى تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ لكن ربنا بيقول ولا يسأل حميم حميما. أم قال لك ده التعارف اللي موجود هنا تعارف التعنيف والتوبيخ، يقول له يا ابني زينت لي كذا وانت تعرف، مش واقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تبقى لازم يعرفوا بعض. مش قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يبقى هيعرفوا بعض ولا ما يعرفوش؟ إنما هل تدوم هذه المعرفة؟ لا، يبقى نكران ومش عايز يشوف اللي كان سبب في إيه؟ في إنه أوردوا هذه الإيه؟
هذه الموارد يتعارفون بينهم، أي تعارف تعنيف. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. قد خسر، ساعة ما تسمع كلمة خسر يبقى أعرف إن في تجارة، لأن ما معنى الخسارة؟ خسارة يعني إيه؟ الخسارة إنك أنت تفقد يا رأس المال كله يا حاجة من رأس، يعني ما تكسبش. تبقى مراحل التجارة إيه؟ كسب أي يزيد رأس مالك الذي تاجرت فيه، لا كسب ولا خسارة، يبقى تمن عملك ضاع يا خسارة. كل دي بيتأتى في الصفقات ساعة ما تسمع خسرة. ولذلك يجعل الحق سبحانه وتعالى العملية الإيمانية في الدنيا، هل أدلكم على تجارة لن تبور؟ الله، يبقى هي تجارة ولا مش تجارة بقى؟ أم قال لك التجارة دي الأساس فيها أنك لا تقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب ظنك أن الصفقة تأتي لك بأكثر مما دفعت فيها. ولذلك بقال في أول سورة البقرة فما ربحت تجارتهم. يبقى جابها في التجارة ولا لا؟ جابها في التجارة. وش معنى في التجارة؟ وش معنى يعني التجارة دي هي اللي تجارة لن تبور؟ فما ربحت تجارتهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال لك لأن التجارة دي جماع كل حركة الحياة، لأن حركة الحياة ده بيتحرك في الميدان ده، وهذا يتحرك في الميدان ده، وهذا يتحرك في الميدان ده. اللي بيتحرك في ميدان بينفع نفسه فيما فيه تحرك، وينفع مين؟ غيره. طب وغيره اللي هيتنفع ده، ما هو غيره برضه بيعمل عملية تانية ينفع نفسه وإيه؟ إذن نفع الإنسان من حركة نفسه ولا من حركة نفسه ومن حركة ما سواه؟ من حركة نفسه ومن حركة. طب اللي سواه أكتر من حركته ولا أقل؟ أكتر. الله، يبقى إذن حركة الغير هي النافعة لكل إنسان. يبقى من مصلحة أي إنسان أن يحسن كل إنسان حركته. لما كل إنسان يحسن حركته الفرد يرتاح، ولا لأنه ستتجمع فيه الإيه؟ جماع هذه الأشياء كلها التجارة، لأن أنت تنتج كذا وسواك يستهلكه. من الوسط بين المنتج والمستهلك؟ هو التاجر. ولذلك حينما أراد الله، حين نسمع أذان الجمعة إننا نجيب الله ونذهب إليه، قال إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال لا، طب ما قالش ليه وذروا الزراعة، وذروا الصناعة، وذروا التدريس، وذروا حركة الحياة كتير. أم قال لك لا، ده البيع دي لأن فيه التجارة، والتجارة هي قمة الإيه؟ هي الجامعة لكل إيه؟ كل حركات الحياة، منتج أي سلعة ومستهلك لأي سلعة. مين اللي في الوسط؟ التاجر. التاجر ده قبل ما يبيع بيشتري، يبقى التجارة فيها شراء وإيه؟ فيها بيع. الشراء دي بتدفع فلوس، والبيع بتاخد فلوس، والغاية من كل شيء أن تتمول. يبقى البيع أحسن ولا الشراء؟ قد تشتري الشيء أو أنت كاره له، إنما تبيع وأنت مبسوط. الله، ليه؟ لأن البيع ده الصفقة اللي ثمرتها في ساعتها. انت بتزرع زرعه وتقعد سنه، تقعد ست اشهر، تصنع صناعه وتقعد على ما تبقى مش عارف ايه، انما ساعه البيع عمليتك ايه؟ فكأن الله ضرب المثل في التجاره وجاب من اصول التجاره مش الشراء بل جاب مين؟ جاب البيع. اذا كل العمليه اللي احنا بنعملها في التجاره لازم نعتبر ان الدين ده من ايه؟ من تاجر. نتاجر يعني ايه؟ نجيب رأس المال وعايزين ايه؟ ناخد ايه؟ اكتر منه. اللي ما يعملش كده تبقى تجارته ايه؟ قد خسر. تعال بقى، من الخسران في صفقة قد تعوض فيما بعد، او اثرها لا يتجاوز دنياك ويمكن تربح بعدين، وما ربحتش
تبقى مدتها ايه؟ تعب في الدنيا، والدنيا محدودة وتنتهي. ما الخسارة تبقى تسمى خسارة ايه؟ الخسارة في الزمان غير الموقوت، الزمان الخالد، هي دي اللي تبقى ايه؟ تبقى خسارة. ليه؟ لأن الآخرة ما فيهاش أغيار، إما إلى نعيم وإما إلى، ما نقولش بقى اللي في نعيم هيبقى في جحيم واللي في جحيم، لكن اللي في الدنيا عرضة للأغيار، أغيار، قوي النهاردة يبقى ضعيف، ضعيف يبقى قوي، كسب يبقى يخسر، إنما في الآخرة إما إلى جنة وإما، وبعد ذلك ما فيش. تبقى دي الخسارة الحقيقية ولا لا؟ قال لك شوف كده، مش كذبوا بنعيم الله وبلقاء الله، ادي الخيبة الكبيرة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الله ده اللي ما كانش ببالهم الكفتوا لقوا ايه قدامهم كده. ولذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم ايه؟ اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. مش حدش منكم شاف السراب اللي درسهم يشوفه ما يمشي في صحراء واسعة كده، يلتفت يلاقي يخيل له ان في مية قدامه، المية السراب ده جاي من انعكاس الضوء، له قاعدة في الطبيعة، انعكاس الضوء يخيل لك انه ايه؟ انه مية، تقوم تمشي ما تلاقيش مية، كل ما تمشي ما تلاقيش مية، كسراب بقاع يعني بحتة كده صحراء واسعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ما هم كفروا بقى، الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه؟ كسراب بقيع يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريته ما وجدوش شيء، كان يبقى بس خسر إنه يشرب ما شربش، ووجد الله عنده، فوجئ بالإله اللي كذب به انه موجود. تبقى الحصره ايه شدتها بقى؟ تبقى يرد بقى على الناس يقول لك بقى الذين اخترعوا الادويه والعقاقير وبيعملوا اللي مش عارف الايه من الكفار، ما ياخدوش جزاء كده واعمالهم تضيع؟ يقول له ايه؟ انت تاخذ جزاءك ممن؟ من تاخذ جزاءك من مين؟ اجرتك تاخذها من مين؟ من الذي عملت له. وهل كان في بال هؤلاء الله فعملوا لله ولا عملوا للإنسانية؟ أهدتهم الإنسانية وكرمتهم وعملت لهم تماثيل وعملت لهم كتب ومش عارف إيه، وكل يوم يعملوا لهم حفل التكريم ويدوا لهم جوائز نوبل ويدوا لهم ادوا لهم. يبقى اللي عمل حاجة خد إيه؟ فعلت ليقال وقد قيل، يبقى خلصين. إنما هل كان الله في بالك؟ طب لما دام الله مش في بالك عايز الأجر منه في الآخرة ليه بقى؟ يبقى ووجد الله عنده، أي وجد الله الذي لم يكن في باله وقت العمل هو اللي ايه المرد والنهاية، ايه والنهاية اليه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. احنا قلنا مهتدين يعني سائمين على المنهج الذي وضعه لهم خالقهم، وقلنا ان المنهج ده زي ما بنعبر احنا في التعبير العصري قانون الصيانة، قانون ايه؟ لان احنا كنا قلنا البارح ان فيه خلق إيه؟ وفيه جعل مش كده، وفيه ملك، كل دي معمول لها منهج. لان اللي بيصنع آلة صنعها لغاية ولا لا؟ ومدام صنعها لغاية يبقى يوضع لها كتالوج ولا لا؟ ان الغاية مشيت على الكتالوج بتاع المهندس تؤدي مهمتها ولا لا؟ أهل الهداية دي هي الكتالوج الذي وضعه الله في منهجه للإنسان الذي جعله خليفة في الإيه؟ خليفة في الأرض. قد خسر الذين، ولذلك حيوصفه في مرة يقول لك الخسران المبين، إن خسران الدنيا دي مش مبين مش محيط، يمكن يكسب الصبح، يمكن ينحل عنده الخسارة وتجيله مكسب، إنما ده خسران إيه؟ مبين يعني محيط. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. إما نرينك مكونة من إن وما، وبعدين ضغمنا إما نرينك بعض الذي نعدهم. الله يعد الذين كذبوه بإيه؟ بالعذاب، بالعقاب، بالفضيحة، بالهوان. طيب يا محمد
إما أن ترى ما قلناه دي وتشوفه بعينك كده فيهم خذلان وهوان، فإن توفاك الله إليه قبل أن ترى فيهم هذه الأشياء أو لا تراها في أعقاب هؤلاء فإن مرجعهم إلى الله، وسترى الهوان الأبدي الذي يصيبهم. يبقى ده تسرية لرسول الله ولا لا؟ فإما إن نريك ما وعدناهم من الخذلان والهوان فبها، وإن ما شفتوش أنت في حياتك هيبقى المرجع إلى مين؟ المرجع إلينا، وبعدين تشوفه في الإيه؟ في الآخرة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، لأن الله سبحانه وتعالى سيصيبهم في أنفسهم بأشياء فوق الهوان الذي يرى للناس، حسرة في النفس، كبت، ساعة ما يشوف نصر للمؤمنين ينغاز يعمل في نفسه العملية الكبتية الحقد اللي مش عارف. دي حاجات بتعطل بينه وبين نفسه. إنما اللي بيرى إيه؟ اللي يرى الخذلان الواضح، الهزيمة، الأسر، القتل، أخذ أموالهم، أولادهم ينسبهم، كل دي اللي بنشوفه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك نقبضك إلى الرفيق الأعلى قبل أن ترى ما وعدناهم به، يبقى إلينا مرجعهم فستراه أنت بعد ذلك. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. مش عايزين شهود، وكفى بالله إيه؟ وكفى بالله شهيدا. ولكل أمة الرسول، برضو ما ظلمناش ما عذبناش قبل أن نرسل رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لازم ينبههم، قلنا التجريم والعقوبة والنص، التجريم والعقوبة يعني لا نعاقب إلا على جرم. ما يجيش واحد كده يقول لك انت عملت الشيء الفلاني فانا هعاقبك عليه، تقول له الشيء الفلاني اللي انا عملته ده يعد جريمة؟ يقول لي اه. اقول له في اي، انت قلت ان ده جريمة قبل كده؟ انت ما قلتليش انها جريمة عشان كنت ابتعد عنها، يبقى انت ما نصتش على انها جريمة، يبقى انت مالكش حق تأخذني، يبقى لا عقوبة الا عند ايه؟ الا على جريمة. وما فيش تجريم كده من عندك تقول دي جريمة تقول لا، ده التجريم لازم بنص يسبق الايه؟ بنص يسبق الفعل. ولكل أمة الرسول، لكل أمة الرسول في هذا متعلق بأمر الدنيا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أم قال لك أيوة، طب وإشمعنى لكل أمة رسول؟ ما يجيش رسول كده للكل؟ قال لك لا، لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق. كانوا موحدين أولا في ذرية آدم عايشين سوا، وبعدين تقتضي الأحداث أن يتباعدوا، ده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا. فلما جماعة ينتقلوا من الوطن الأصلي لجماعة يبقوا إيه؟ نواة والمواصلات بعيدة والالتقاءات ما كانش فيه، يبقى الآفات تتعدد بتعدد البيئات، كل بيئة لها إيه؟ لكن إذا تقاربت الالتقاءات والمواصلات بقت سهلة، والشيء يحدث في الشرق يبقى في الغرب في يومها، والشيء يحدث في الغرب يبقى في الشرق في يومها، والآفات تبقى متحدة ولا مش متحدة؟ الآن في العالم الآفات متعددة ولا موحدة؟ تكاد تكون موحدة. يبقى مدام الآفات بقى موحدة يبقى يجي رسول إيه؟ واحد يعالج. لكن كان زمان انعزالية، كل جماعة في حتة، يبقى كل حتة إيه؟ يبعت لهم رسول ليعالج الداء المناسبة للبيئة هذه. فإذا التقت البيئات تبقى التقت الداءات، ومدام التقت الداءات يبقى الرسول اللي يجي يعالج يبقى إيه؟ يبقى واحد. لكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم إليهم قضي بينهم بالقسط. طيب، لكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. طب ما هو التاريخ قال لنا برضو كده، كل رسول جه فناس امنوا به وناس كفروا، اللي امنوا به انتصروا واللي كفروا ايه؟ خذلوا.
بالحق ولا مش بالحق؟ يبقى التجربة السابقة للإسلام حصلت هذه ولا لا؟ أو أن الآية عامة لكل أمة الرسول، أي تنادى يوم القيامة باسمه، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة موسى، يا أمة إيه؟ عيسى. ولذلك الحق يقول في آية ثانية: فكيف إيه؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الايه ولا يكتمون الله ايه حديثا. لكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم أي بالبلاغ عن الله آمن من آمن وكفر من كفر. وما دام حصل إيمان وكفر قضي بينهم. طب ده القضاء بين اثنين لازم يكون في مسألة عليها نزاع. الله، يبقى لازم المؤمن يعتبر ان الكافر منازع له، لان الكافر بيعتبر المؤمن منازع له. تبقى قضية ولا لا؟ القضية تعوز حكم ولا لا؟ تبقى تعوز حكم. قضي بينهم بالقسط اي بالعدل وهم لا يظلمون. ما دام قضي بينهم يبقى في اصحاب حق واصحاب باطل وهم لا يظلمون. اللي هم مين؟ المؤمنين. ولا المؤمنين لا يظلمون باننا ننقص حسناتهم، ولا التانيين يظلمون باننا نزود سيئاتهم. فاذا ابلغهم رسول الله انهم سياتي يوم يسالون فيه عن كل شيء استبعدوا ذلك. أإذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. الله، مستعجبين الحكاية دي أوي. الله، الحق سبحانه وتعالى يريد أن يدخل عليهم هذه المسألة دخول إناس إيماني. يقول أفعينا بالخلق الأول؟ طب أنتوا تبعثوا، أنتوا مش لما كنتوا موجودين ومتم لكم أبعاد ضيبة في التراب؟ أجزاءكم وذراتكم دي في إيه؟ في التراب. طب ده أنا خلقتكم من لا شيء، أبقى أعجز عنني أخلقكم من حاجة موجودة ألمها كده وأقول تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. اتجمعي يا عناصر فلان وانت اتجمعي يا عناصر فلان، يبقى الإعادة ولا البدء أيهما أصعب؟ البدء أصعب، لأن البدء عن إيه؟ عن عدم، ولكن الإعادة عن مين؟ عن موجود. فإذا تكذبهم يقوم يقول لك إيه؟ طب ما تجيب لنا اليوم ده بقى بدري كده، هات. ما هو استهزاء بقى، ما هو لو كانوا موقنين بيوم يعذبون فيه على كفرهم لما استعجلوه، إنما يستعجل استهزاء. تقول له هي طب هات لنا اليوم ده يا سيدي، يستعجلوه. تقول له هو أنت بتستعجل بالخيبة؟ ده دليل على إنك أنت جاهل خالص بالمسألة. ده انت لو عرفت ما يحدث لك في هذا ما تستعجلوش، ده انت تفر منه. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، اي في اننا نعود. نقول له طب تعالى معنا، الجماعه الذين لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون بمعاد الى الاله، زي روسيا مثلا، ما فيش اله ولا بتاع، ده خرافه، ده مش عارف الكلام ده. نقول لهم انتوا قمتم بثورتكم ليه ودبحتوا ناس؟ قال لك لانهم ظلموا، والضعاف دول عايزين ننتصر لهم، فاللي ظلموهم لازم نعمل فيهم اللي عمل ده وناخد منهم اللي عندهم وناخد حياتهم كمان. قال الله، اذا الجزاء وارد عندكم، ان كل ظالم لازم ياخد جزاءه. طب والناس اللي ظلموا قبل ما تطلعوا انتم، يبقى موقفهم ايه؟ ده كان من الواجب نكون لا، ده لازم في حتة تانية هناخد حقنا من اولاد دول. لازم المنطق كده، اذا كنت انتم بتؤمنوا بايه؟ بالجزاء، وتقول ان احنا عملنا كده وخدنا اموال الظلمة وقتلناهم لانهم استضعفوا الناس. طب دول اللي ادركتوهم، واللي ما ادركتهمش ايه؟ يبقى اولى بكم ان تقولوا ان هناك مكان تاني لازم كل واحد ياخد جزاؤه، والا كان ترتيبكم على الجزاء ده غلط، ويبقوا دول كم نفدوا منكم، وانتوا بس ما شطرتوش الا على اللي عاصروكم،
إنما اللي جم قبل عصركم أو محدش قام عليهم من السائرين، ولذلك خلق لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. فمات ظلوم بالشام ومات على حاله كده، ما انتقمش ربنا منه. فقال الله بعقله كده قال لا مش بقى الظالم ده يموت كده من غير ما تقول، والله إن وراء هذه الدار دارا يجازى فيها المقتل بإحسانه والمسيء بإساءته، مش ممكن تكون إلا كده. الله أمر طبيعي ما دام انت في قانونك انك انت بتحبط ايه؟ بتجزي بالجزاء الاوفى من احسن وتعاقب المسيء. طب الذين اساءوا مشوا على حل شعرهم في الدنيا وخدوا كده حظهم ومتعتهم من الناس وهو الى اخره، وظلموا وساعوا في الارض فساد، يبقوا نعمل فيهم ايه؟ ده كان المنطق يقتضيك انك انت تقول ده لازم ايه؟ لازم يوجد يوم يجازى فيه المحسن باحسانه والمسيء باساءته. ولكنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال والله الوعد ده عند رب الوعد، أنا أولا اللي بقول من عندي، ده أنا نفسي ما أملكش لنفسي نفع ولا ضر، فكيف أملكه لغيري؟ يعني عمال بيبرأ نفسه من كل حول وإيه وطول، يقول لا أنا ما أقدرش على ما أقدرش على أنفع نفسي ولا أضره، فأنا أجيب لكم نفع ولا ضر، ولا دي بإيد مين؟ بإيد خالقي وخالقكم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.